بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان وضنا ولي دروستي وعيقرينتي أهيت أنك قهد ليني لمنك خوارجت أه تيدينت أو عيارين يسير ضدك ليكو ذا أي فضوضيستين أين كل عين وحلو يقانو إن دينتا لغوطة لحتقو أما وحلو يقانو الغلو في الدين دينتا لغوطة لحتقو ودينتا مارت لا أدكيو أو لا خلافو أنا كاسنو أرن حارانا ويان وأنا شيء ومضيه وراء كل عين ومضيه وراء وأهل كتاب كل أورنجري ويهود أيو كريشتان كأها أيا وحي كل عين إن دينتا كتا لحتقين بمعنى واحد دينتا أصل كله وصيح الله فصيروي مثل نبي الله عيسى أي نبي إلهي هاي ودرجة في عن لي هاي وشيء صحة لكن حيث ميان وحي راهن وإله بي راهن وإن إله بي راهن مركوا غلووي نبي صلى الله عليه وسلم وصي لها إياكم والغلو في الدين يسكجر إن لقوة راح تقول الدين تا. فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين مضيها بحكوا هلاك سمين إن دينتا يكون ترحتاجين يكون عيارين بالقرآن كان كريم كه أيوة حلالي هاي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أهل كتابك ودينتينا يكون ترحتاجين أكبض بذننا وحكست حد كيسا كو أكاية قالت نبي الله عيسى النبي إلهي وي انت أسا كفلا وأدرجة في عند رجبنا آذن وقال لها وكسر يسا مجرته لكن لسيدا فيه اللي يراه وإن إله يسدح إله باكرتا يوحنا عصو كلا شيء حاران وي وأن غلو ولكن لمن كانوا حويان وي ويتلحتقين دينتي أدكيين دينتي بمسلمين تكسارين ولذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مهلة هي مالة القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حديث بكل هي سينفان من أمتي لو كم ذو أمت إذا شفاعة يذم إيجاريسه ومهل يا شفاعة إمام ظلوم غشوم من مضحة وظالم وضدك ظلمية وكل غال مارق يقف كستو دين كتر احتقه ودين تمارق تكف اللاقوبة قف ومد كف اللاقوبة دين تكف اللاقوبة ومد كف اللاقوبة ومد نبد ديدا يمن نبد ديدا تقلي حدا ومد عكس كل نقضة ومد مارق تعلق صلده أصنع شفاعة ما أوهلها هي. مركو لذلك نبي صلى الله عليه وسلم يقف يقف كلا قال يسيا أما كوي راه قال باته أما كوي راه عدو إلهي باته كلمة هذا الله مغلا ذلك المسلمين تها أيوة على لي هي وعدو إلهي بال لي ولا قال يسيا يا ورقف كان عدو إلهي ما قف كان مسلم إلهي رميسن وي قف إلهي كبقى هي وي قف إلهي تحلوي وفي الله أدعي يوي مركب في الله أدعي هي أو سجود هي أو وجه سلوك لجه هي أو سق هذا هي إن لي عدو إله وي وحوي رنت واحد جد بوين وي عدو إله شيطان كوي عدو إله قفك قال كا أو إله أبو رتكوري مدوية قفك مسلم كا أو إله أتكن هي أو إله عابد هي والنبي صلى الله عليه وسلم أدعي هي قفك عدو إله معها هذه اللي جرانا قفك يريبا كسو نغونا إساء مركا هذه أمار بكسو نغونا إساء إسكجروي ولذلك علماء ذينو آد أغوهد لين مارك تاي أيو أحاديث تاس عن كفا إذي سنة هي. أما أحاديث تاس عن فصيرها هي أيو حيال عن عضينا يان إن مسلم لقال إسيا خطرت إليه ضحي مثلا شيخ لو يقانو ابن الدقيق العيد الحولي هي. وهذا وعيد عظيم حديثك أورانا يا قفك يا قفك على السيا أما عدو إلهي بكويره قفك عصي أسيه وصلنا قن سبع ليل ولا هي حديث كاسوي حديث خطر ولا هي وأنا وعيد وجودس خطر قوي لما نكفر أحدا من المسلمين قفك مسلمين قفك ماذا قال السيا وليس كذلك أساس مصنعين قلت شو كانوا حولي هي كتاب مثل لو يقانه الصيد الجرار وحول إعلام أقوى
أن الحكم على الرجل المسلم هو مسلم كا إنه حكمه إنه كبح دينته بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي للمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار حولي يقفك مسلم كا الإسلام كلا قصاره وإنه الدين كلا قالوا قالوا له حكمه حولي شيء مناسب إن لقل معها إلا قف هايسته برهان حجة كعد الرحضة الرحضة وما أنت هكذا استعجن حجة كعد بلوه بهني هاي مركي مسلم لقال يسين أيه قرمس ابن حجر الهيتمي تفكس له قال إنه الكبائر وكجه الله هي ذنوبته وويب كجه الله هي ذنوبته موجودة سود الجمعة مركي ذنوبته وويب كجه الله هي وهو قدري قول الإنسان المسلم يا كافر أو يا عدو الله إن قفك مسلم كان لغيره كافر قال باتهي أما لغيره عدو إلهي باتهي وحي كمتهي كبائرت ووين بويري وقفك ماركتي وكوكلي خطرت إن القاضي عياد حولي مارك أصوه عن كهاللهي إن يعني قفك دي قفك حتى على الوارك وحا المناسب أهين إن قفك مارك إسلام نمذي يساء لورهر هاديو وقيل لور هاديو ايا دانتا ان قفكا لو دغدغو قالت marka qofkaani intii ay maarta qofka intu muslim noqdo aya adigu ku roon inta gaalaysiin lahayd قالت xulee sheekh asqad ciyaad kitab isla ila ashifa wal khata fi tarki alf kafir ahwar min al khata fi safki mahjamatin min dam muslim واحد علي هاي إن لوقفه كن قال إن لوقفه بمعنى إن كن قال كابح صدان أو كن قال المسلمين هي أم ليست كابح صدان بولي هاي أيا كرون إن كوقفتد إن المسلم قال سيسيد وليقيس أداد سيد هذا كو علي علي شيخ قاد عياض ولا يغاناي وحلي هاي كن قال أو كابح صدى كن قال أو قف كن قف أو قال لما استاهله إنه كابح صدى أو مسلم أذن مليسيد أو إسلام أسيسيد أما كحكمتيد أما أديسيد لكن أيها إسان أحين إنه كن قال كابح صدى أيا دانتا إن هل قف مسلم اللي وقفه وأصو إسلام أخ لقد صار إسلام لماذا أو مركز اللي له وليجي سلبنا إستو. مرك هل قف اللوقف اللوقف هو سيخلدن لوقا على يسيو أي أكدرن إن محاكم يراها كن قال أي كابح صدان. مرك كن قال كابح صدان. مارت إسلام لماذا محاكم يراها أيس مضنين هدي حتى على يسيو أي دانتين هل قف مسلم لوق حد قدبه هو إسلام لماذا يسلق حيوبيه. بالكورة مركب ما أنت قالت مركب ما أنت أنا أكسب على سمينا يا هو حاوية كن قف أو مسلمين وما أركت وحي قالوا بين سعدين بعد سك قال يسينا يا شيء اللي جاب لهوي ساسو قالوا ويجري ما أركتي الإمام الغزالي سنو حولي هاي إن ما أركت ضبضان أو قاله إسلام الله ما لهيو أو إسلام نما الله سيو أو ساس لغو قفه أيا دانتا إن هل مسلم لغو قفه أو دينتا لغا سارو برميسي مركا أفكا مسلم كأه إن إسلام نما ديسا لو إلالي هذا ربا هدي حتى وحكم مغضان قيل با لور هذي أبا لير ووحا ليري هدي أسمايو أما أكوهد لو فعل بقول كي سياشن إستقال فعل كان قال نبو كينية لكن هل نقطة أيوه قف كانوا كله يهرجوا أيها الأصل وقمنا يا بالليل بقولك سكاشن السجال قف كهدي لفيرشوا قال نبي حقي ذحجة لكن هل نقطة أما هل نمبر أيوه قف كانوا كوب حسنا يا كاسو كوب حسنا يا أيوه قف كان له الدين يا تاسع القاضي يا تكرم يسدي هر كاسع الجاري مركا أنا قن قف ما ركتي تض بقولك سكاشن السجال مسلمين أيان هل خلاص إسماعيل مثلا وهدو جربه أيا لو قال سين أيا لو قل أردها يا قدر ما يصير
marka waxa weeyaan gaalisiintaasi waa shay khatar weeye waxa ma aragtay munaasab ahna ma maxay yelay adiga laftaadi ku soo noqonaysa adiga ayaa diintaadi aan khatar gelin haya qofkan diintiisana cidna kuma wakaalan qofka maxaa ka rabtaa horta qofkan diintiisa gaalnimadiisa yaa sinnimadiisa yaa ku dirsaday oo taada ka adkow taada lagu diray taada ka tahay mas-uul qofkan wuxuu yahay iyo wuxuu noqon doono wax adiga shaqadaada maah qofkii khad lagu arko waa loo sheegi karaa waa loo naseexayn karaa naseexad waa la isku leeyahay laakiin xukuminta iyo go-aan qaadashada iyo maar iyo falcelinta iyo gacanka hadalka iyo dhiigdaadinta arrimahaas arrimaha qaaligu iska leeyahay weeye qaaligaa iskale muslimiinta maxkamadooda iskale ama adiga waxa weeye diintaada mas-uul ka tahay wixii khardana aragtidna muslimiinta u naseexee adiinu annasiixa bay ahayd buu xadiidku ahaa marka adiga hadal iyo naseexa kuu furane in qofka aad maaragtay qofka adiga aad xukumisid shay kuu furan maaha wax kuu banaanna ma aha nabigeena sala allahu calayhi wasalam wuxuu noo cadaynayaa dadka muslimiinta qofkii dhiba oo waddada ay marayeen qashin dhiga ama qodxa dhiga ama qurun dhiga qofkaas ayaa malcuun ah ka war marka kii waddada marahayay waddadii la marahayay kii qashin dhiga ayaa malcuun noqonaye kii muslimka laftiisa gaalaysiiya oo dhiiggiisa banaystaa sidee buu noqonayaa xadiid baa ahaa man aada almuslimiina fii duruqihim qofkii muslimiinta waddaday marayaan ku dhiba wajabat calayhim nacalatuhum lacnadooda ku dhacaysa ama ku waajibaysa soo garanaysid marka muslimiinta waddadooda la dhibo oo qurun la dhigo oo qashan la dhigo ayaaba khatar ah oo lacnad keenayse in muslimkii laftiisii la dhibo oo weliba lagu dhibo gaalaysiin lagu dhibo gaalaysiintu waa khatar wey waa meesha u dambaysay wey garatay marka taasna waxa weeye waa dembi weyn oo qofka sameeyey ayay runtii khatar ku tahay marka in aan la dadaalan rabaa oo qofku diintiisa ilaashado adigu taada ka mas-uul tahay taada horta ilaasho adiga adigu towxiidkaaga ilaasho adigu maaragta ilaahay wuxuu kuu diray samee wixii laga xaaraantameeyey iska jir oo iska ilaali wixii waajibka ahaa samee qofkan kalena diintiisa mas-uul kama tihid waramaysid mas-uul kama tihid wixii naseexa waa la isku leeyahay adna waa u naseexayn kartaa isaguna waa ku naseexayn kara watawaasow bilxaqi watawaasow bisabr tawaasigaas waa la isku leeyahay laakiin gaal baa tahay waa ku dilayaa dhiigaga banaan shay kuu banaan maa maxay sheegaasi shay maxkamadeedu weey markhaati u baahan tahay caddaan bay u baahan tahay waraysi bay u baahan tahay qoraal bay u baahan tahay tiin adama sameyn kartid marka waxa aad sameyn kartid ku ekow ma waxa awoodid hadhaafin waxa awooda waxa weeyaan diintaada ilaasho waxa awooda dadaal waxa awooda muslimiintana ammaana kaa helaan maxaa yeelay diintu adiga mas-uul kama tihid laguma dirsan xaqiiqadooda iyo runtooda lama taqaanid ayaguna tooda maarata taad ma aqoon karaan marka inta muuqata oo islaamnimada ah oo towxiidka ah aan ku ekaano ayadaas maaragta aan isticmaalno aan tixgelinno wailaa haddii middaa laga tago oo qofka qalbigiisa baan baarahayaa qofka xaqiiqadiisa ayaan raadinhayaa arrinkaas arrin khatar maxaa yeelay haddii middaa la bilaabo hadduu qof kasta xaqiiqadiisa yaa yaqaana adigu tayada ma taqaanid ana taada ma aqaano cilmigeeda ma lihid ana cilmigeeda ma aan lihi marka allaahu maaragtay naxnu naxkumu bidawaahir wallaahu yatawalla asaraa'ir annagu waxa muuqda baan isticmaalaynaa baan tixgelinaynaa baan ku dhaqmaynaa baan dadka ku xukumaynaa ilaahayna waxaa qarsoon isaga ayaa xukumahaya oo maaragtay cilmigeeda garanaya marka diinteenu saasay u fududahay saasay u tahay shay cad oo basiid ah oo waadix ah marka lagu camal fulay insha allahu tacaala dadka muslimiinta ahna gaalaysiintooda iyo dhiigooda la banaysan ay lagu degdegahayo ha la iska ilaasho maxaa yeelay waa xadgudub weeye dadka mu'miniinta oo la dhibana waa kabiira weeyaan waladiina yu'duuna almu'miniina walmu'minaati
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثم مبينا كوا دبا يا مؤمنين دبا هيا رجع دمك دبا هيا او واحد كسب كو دبا هيا كوا سي دنبي وين بيكون دعين يا فريو بيكون دعين يا ما ركتي عشان خطره مركا مؤمنين تلا دبو او دب كانوا ما ركتي دب حتى حول قاتي كليه ما انا وا دب غاليسين اه او قفكه ما ركتي وقفكه او وين غارتي وشي خطرتي سله مركا انسك الينو مسلمين تلا ان لا حرميه او الاحترام او لو باهن يحي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.